صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما صحة قول من يقول إن السنة في الإزار أن يكون مرتفعا إلى أنصاف الساقين، وأما القميص فالسنة أن يكون مرتخيا ارتخاء لا يبلغ إلى الكعبين؟ هذا كله جائز وكله سنة، ولكن الإنسان يتبع المتبع في البلد، ما دام أهل البلد على طرف من السنة يكون معهم، فإذا كانوا يلبسون الإزار إلى الكعبين والثوب إلى الكعبين يكون معهم ولا يخالفهم. نعم.